بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم البارامتر في الفانكشنز او في الميثودز او في السب روتينز او بروسيجرز، احنا اتفقنا ان الفانكشنز بتبقى عبارة عن برنامج خلاص ممكن يكون ليه انبوتس، يعني ابعت له مدخل، ابعت له قيمة عشان يعرف يشتغل على اساسها. دي بنسميها البارامتر، او ساعات بنسميها الارجمنتس. خلاص الارجمنتس او البارامترز هي قيمة بترسل، انا بنادي على فانكشن، الفانكشن هي مجموعة من الاوامر، بدل ما اقعد اعيد الاوامر خلاص انا بعمل بنادي وببعت لها قيم، فبتشتغل كل الاوامر مره واحده باسم واحد. الاسم الواحد ده هو اسم الفانكشن. البارامترز هي الايه، القيمه اللي ببعتها لها انبوت عشان تشتغل. زي مثلا ببعت مثلا رقم 5 ورقم 6 عشان يجمعهم لي يرد عليا بالمجموع. خلاص يبقى اللي ببعتهم انا دول كل مره بيختلفوا، دول بنسميهم ايه، بارامتر. يبقى القيمه اللي بتختلف كل مره ولازم اليوزر يبعتهم طالما بينادي على مين، على فانكشن. اليوزر او الثيرد بارتي او اللي بينادي عليا او الاخره، او الكود اللي موجود في الانترفيس، او اي حد بينادي على الفانكشن وبيستخدمها لازم يبعت بارامتر. بارامتر دي او الارجمنتس ليها انواع، بنحدد لها انواع بيانات وكلام زي كده، وهي اصلا ليها انواع. يعني في منها البارامترز العاديه، في منها الاوبشنال بارامترز، في منها الريف الباي فاليو، وفي باي ريف، هنتكلم عليهم ان شاء الله في فيديوهات تانية كل نوع من انواع البارامترز ديت ايه.